وتنضم إلينا من القاهرة محللة أسواق مالية في إكويتي جروب أماني رشيد، الحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسواق العملات. أهلا وسهلا بك معنا أماني. إذا تراجع طفيف في أداء مؤشر الدولار في ظل يعني تراجع شهية المخاطرة في الأسواق، هل تتوقعين استمرار حالة التراجع في ظل بيانات مخيبة للأمل، بيانات اقتصادية مخيبة للأمل في الولايات المتحدة؟ صباح الخير. طبعا يعني يواصل الدولار الامريكي عمليات جني الارباح التي تسيطر عليه، طبعا مع استقراره او استقرار مؤشر الدولار بالقرب من مستويات ال 105، وتلك المستويات تلك يعني اعلى مستويات منذ يعني اعوام ماضيه، وبالتالي يشهد الدولار الامريكي نوعا ما عمليات جني الارباح بسبب طبعا يعني تباين اداء البيانات الاقتصاديه في الولايات المتحده. نحن الان ننتظر اليوم بيانات ثقه المستهلك، طبعا ما بين حاله من التفاؤل وحاله من التشاؤم حيال احتمالات انزلاق الاقتصاد الامريكي الى الركود بسبب السياسات النقديه التجديديه القويه التي اتبعها الفيدرالي الامريكي في محاوله للسيطره على معدلات التضخم. وايضا نترقب يوم الخميس بيانات الانفاق الاستهلاكي، وهو ايضا مؤشر رئيسي على التضخم. يعني هذا الامر يتسبب في نوعا ما حاله من المخاوف حيال فشل او احتمالات فشل الفيدرالي الامريكي في السيطره على معدلات التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها منذ عام 1981، وبالتالي سيطرة نوعا ما يعني عمليات جني الأرباح أو بعض التصحيحات الهابطة على الدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات الرئيسية. ولكن بشكل عام بمجرد تحسن البيانات، حتى وجدنا انه بالبيانات الاقتصاديه التي ظهرت بالامس اظهرت تعافي او تحسن طلب معدلات طلبات السلع المعمره في الولايات المتحده، ايضا يعني نوعا ما تباين البيانات يجعلنا نترقب مزيدا من البيانات الاقتصاديه الفتره المقبله. ففعلا اذا جاءت البيانات الاقتصاديه نوعا ما متحسنه او تدعم الاستمرار في وتيره رفع الفائده، سيكون او سيبدا الدولار الامريكي في الارتفاع مجددا على المدى البعيد مقابل اغلب العملات الرئيسيه. نعم اماني، هذا التذبذب في اداء الدولار يعني هذا التذبذب الهامشي نوعا ما في اداء الدولار، وكما تفضلت يعني حاله من جني الارباح تسيطر على مؤشر الدولار، هل استفاد اليورو من هذا التذبذب؟ هل هنالك من طوق نجاه لليورو للخروج من التراجعات التي حظي بها منذ بدايه عملات هذا العام؟ نعم بالفعل، كان من أكثر العملات التي استفادت من تراجعات أو تذبذبات الدولار الأمريكي كان اليورو. ففي الوقت الذي ارتفع فيه الدولار الأمريكي بقوة وصل اليورو إلى دولار وثلاث سنتات مقابل الدولار الأمريكي، ولكنه سرعان ما عاد للتعافي من جديدة ليستقر الآن بالقرب من مستويات الدولار وخمس سنتات. نحن الآن يعني بالرغم من تباين السياسات النقدية الواضح ما بين البنك المركزي الأوروبي وما بين الفيدرالي الأمريكي الذي يواصل تشديد السياسة النقدية، الآن توقعات البنك المركزي الأوروبي أن يتم رفع بحد أقصى 100 نقطة أساس حتى نهاية العام. على العكس الفيدرالي الأمريكي يعني أغلب التوقعات تدعم الاستمرار في رفع الفائدة واستقرارها بالقرب من 3 لـ 3.5 بحلول نهاية العام الحالي. التباين الواضح في السياسات النقدية يدعم ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل اليورو على المدى البعيد، ولكن على المدى القصير الآن اليورو يبدو متماسكا مع توقعات توجه البنك المركزي الاوروبي ل يعني انهاء برامج شراء الاصول في وقت ابكر من المتوقع، بالاضافه الى هناك توقعات بدات تروح في الافق بسبب ان البنك المركزي الاوروبي قد يبدا في رفع الفائده برفع 25 نقطه اساس في الاجتماع المقبل. فهذا الامر دعم نوعا ما تماسك اليورو على المدى القصير، ولكن علينا الوضع بعين الاعتبار انه بالرغم من توجه البنك المركزي الاوروبي لتشديد السياسه الناريه والاخر بسبب ارتفاعات التضخم واستقرارها بالقرب من أعلى مستوياتها منذ نشأة المنطقة عند 8.1%، ولكن لا تزال الأضرار يعني تلوح في الأفق على منطقة اليورو بسبب استمرار الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، باعتبار أن روسيا شريك تجاري أساسي بالنسبة لأوروبا، وبالتالي فاستمرار العقوبات على روسيا قد تتسبب طبعا في الضغط على اقتصاد منطقة اليورو الفترة المقبلة. نعم أمالي، أيضا من الملفت في سوق العملات تحرك الليرة التركية، لاحظنا ارتفاع لأعلى مستوى تقريبا منذ 4 أسابيع ب7%، ما هي الأسباب وراء ارتفاع الليرة التركية في ظل هذا الارتفاع الحاصل في أسعار الفائدة ومعدلات التضخم أيضا؟
يعني بالرغم من ارتفاعات التضخم القوية التي تعاني منها تركيا واستقرارها عند مستويات 70% بالنسبة لمعدلات التضخم واستمرار تراجع الليرة التركية على خلفية مواصلة البنك المركزي التركي ومواصلة السياسات النقدية في تركيا للسياسات النقدية التوسعية وسياسة خفض الفائدة، ولكن يعني تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع الماضي بالنسبة للبنك المركزي التركي نوعا ما دعم استقرار يعني الوضع بالنسبة للليرة التركية التي بدأت في التعافي مجددا مع يعني استقرار أو تذبذب الدولار الأمريكي وتراجعه من أعلى مستوياته. ممكن يكون أن الأسواق أو العملات الأسواق الناشئة استفادت كثيرا من يعني حالة التذبذب التي عانى منها الدولار الأمريكي في الأسبوعين الماضيين، وبالتالي نوعا ما بدأ الليرة التركية في التعافي، ولكن طبعا استمرار السياسات النقدية التوسعية واستمرار يعني تصريحات البنك المركزي التركي حيال سياسة الفائدة السلبية التي يتبناها في محاولة لجذب الاستثمارات ومنع هروب أو دعم الاستثمارات الأجنبية، ولكن كل هذا في النهاية يدعم استمرار تراجع الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي في على المدى المتوسط. نعم، محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا.